قالوا حسن نصر الله النهاردة في الإقرار بقوة الضربة وأثر ده إيه على المواجهة الحالية؟ لو بدا حسن نصر الله الفريق هتحصل على كامل الدعم. عملية مخابرات، هي عملية مخابرات بالظبط، لان اللغه اللي اتكلم بيها ما هياش لغه تصعيديه، فكره فيها يعني نحتفظ بحق الرد زي ما احتفظ بحق الرد. في كلمه ممكن اللي هو بيقولوها ازاي مثلا، انه ما يبقاش بيروت في مواجهه تل ابيب كمدن الاثنين مفتوحين قصاد بعض. يملك طبعا التصحيح، بس كمان هطلب منه الاجابه على اسئلتي. العميد سمير راغب، برحب بحضرتك معانا يا فندم. حضرتك حضرتك الشريف والفريق العمل الجمهور الكريم يا فندم. اولا انا عايز اعرف من حضرتك تعليق على اللي قاله حسن نصر الله النهارده في الاقرار بقوه الضربه واثر ده ايه على المواجهه الحاليه. ضربه قويه، وسيادتك انا يعني هربط باللي سيادتك قلته في المقدمه. هم كانوا مجهزين الضربه دي تكون مع بدء العمليات الهجوم لما تبدا حرب في جبهه الشمال التقليدي، لكن نظرا ان بدت في مشاكل في الاجهزه والبطاريه ضعيفه ومش اعتماديه يعني، فخافوا ان هم يبداوا يفتحوا الاجهزه فيكتشفوا، فقال لك نفجر وخلاص يعني. لكن قال تفجير زي ما انا قلت مع سيادتك امبارح، الاختراق بالفعل مش اختراق اجهزه، وزي ما اتكلمت المره اللي فاتت، لا ده اختراق اللي بلغهم ان هو عايز اجهزه فراحوا عملوا عمليه مخابرات. هي عمليه مخابرات بالظبط، ففي اختراق داخل الحزب، في اختراق داخل الحزب. الشيخ حسن نصر الله قال ان العمليه كبيره، عمليه غير مسبوقه، غير مسبوقه في تاريخ العمليات المخابراتيه. يعني هو قال لك في تاريخ الصراع المواجهه ما بين ما حصلتش قبل كده، ممكن حصلت بعمليات فرديه، لكن 5000 ده عدد مخيف. بعدها تاني يوم يجي اجهزه. هو بالمناسبه دي مش عمليه جديده، بس هي تم هي على مستوى الـ 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 العدد يعني العدد. انا مش فاكر اسمه بالظبط، بس في بدايه الالفينات واحد من اشهر الزعماء الافغان تم اغتياله كده، انه فجروا الجهاز الارسال، اما جهاز اللاسلكي اللي معاه او التليفون اللي معاه. بس كانت عمليه فرديه، كان استهداف فردي مش استهداف عدد كبير. رئيسي مش كان معاه بيجر لما كان في الطياره لما اتفجرت؟ مين قال ان هو ما كانش بيجر تفجير بيجر؟ طب بس ده تاثيره قد ايه؟ يعني طول الوقت حزب الله بيقول انا عندي قوه مختلفه وقادر على المواجهه، وبسبب ده اسرائيل بتؤجل او تفكر كثيرا. لاي درجه اللي حصل ده يؤثر على قوه حزب الله؟ هو يقدر يطلع صواريخ، قوات البرية هي أكيد هناك صف تاني، وأكيد في جزء من اللي أصيبوا دول في مناصب إدارية وسياسية، يعني العناصر اللي في الموجودة. هو قال القيادات يعني ما بتشيلش البيجر، والقيادات الكبيرة ما بتشيلش بالظبط، ما بتشيلش حاجة، فبالتالي في قدرته العسكرية لم تتراجع. فكرة ان هو وسيله اتصال، ممكن يستخدم وسائل اتصال اخرى، ممكن حتى يستخدم هواتف يعني غير ذكيه، وممكن يعني يبقى عنده شبكه خاصه بيه، جي اس ام خاصه بيه، مش طيب عبر. لاي درجه اللي حصل ده يعتبر لمواجهه اكبر فعلا بدات؟ لانه برضه حسن نصر الله قال النهارده انه اللي حصل هو اعلان حرب، واسرائيل بتتكلم عن عمليات محدوده لغايه دلوقتي، بدات تتكلم عن عمليات محدوده. لأي درجة احنا في مقدمة مواجهة أكبر فعلا؟ يعني اللي فات كله كوم، أبسطها، هل اللي فات كله كوم واللي بدأ ده حاجة تانية؟ بعد كلمة الشيخ حسن نصر الله أنا تراجع عندي فكرة أن يعني يشتعل الشمال الإسرائيلي أو الجنوب اللبناني، يعني لأن اللغة اللي اتكلم بيها ما هياش لغة تصعيدية، فكرة فيها يعني نحتفظ بحق الرد زي ما احتفظ بحق الرد على امتصاص للضربة يعني. يعني مش 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 يعني مش اللي كان مش الخطاب اللي يقول ان في عمليات وشيكة. طب الجانب الإسرائيلي بيعمل ايه؟ الجانب الإسرائيلي والناس عمالة تقول امتى عمليات غزة؟ قال لك عمليات غزة خلصت خلاص، عمليات رفح عفوا. أي. عمليات لبنان بتحصل بنفس الطريقة، يعني هو عنده مجهود جوي، مجهود حربي عايز ينفذه في خلال 3-4 أيام، يوم ينفذه على 3-4 شهور، بس المجهود بيتنفذ. يعني قرى الجنوب فيها زي اللي في غزة، ده الجزء اللي ربما الإعلام بيتشغل مع الخبر، لكن في جزء الحزام الجنوبي برضه في مهجرين من الحدود مع غزة. صحيح
تخطوا ال 100,000. انت بتتكلم تقريبا في مجموعه مصابين، بتتكلم تقريبا في مجموعه حوالي 300,000 ما بين الشمال وغزه. هو الفكره ان الطرفين حريصين ان لا يذهبوا الى حرب بريه. طيب الطرفين محافظين على ما يطلق عليه خط احمر اعتباري، ان هو حزب الله ما يسيبش مدنيين. حزب الله ملتزم جدا. طب الاسرائيليين بيصيبوا مدنيين، بيصيبوا مدنيين. اسرائيل اصابت مدنيين بشكل مباشر في حزب، اصابت مدنيين. يبقى الحاله دي استمرارها مش ما فيهوش استنزاف كتير لاسرائيل. يبقى النقطه الاهم وقالها السيد حسن نصر الله واللي اسرائيل بيخافوا منها، اللي هو اسرائيل ضافت هدف رابع للحرب، اللي هو عوده المهجرين من الشمال. وحسن نصر الله بيقول لهم لا مش هترجعوهم. طب هو قادر ما يرجعهمش، قادر ما يرجعهمش، لكن فكره الصبر على ان هم ما يرجعوش مش طويله. دي النقطه اللي قد تفجر الجحيم. وكلا الطرفين يقول انه مستعد للحرب ولا يرغب فيها، ولا يرغب ان يكون البادئ فيها، عشان لو بدا حسن نصر الله اسرائيل هتحصل على كامل الدعم من امريكا. يبقى هل نتحمل هذا الموضوع كام اسبوع كام شهر؟ فالجانب الاسرائيلي ربما يجبر لدخول حرب لتحقيق هدف الهدف اللي هو اعلن عنه، بينما لم يحقق الثلاثه اللي ليهم علاقه بحماس. ففكره ان الحكومه الكابينت تتحمل امام الراي العام ان لا تحقق بند من الاربعه، وما راحوا للرابع عشان الناس تنسى الثلاثه، هو خطوه دايما الفكره اللي تدفع الموضوع لحرب. لكن انا ما انتظرش من حزب الله ضربه كبيره او ضربه مزلزله. هو بيبحث عن عمليه سريه، عمليه يعني تعمل صدى ما تكونش عاليه التكلفه، وما يعلنش مسؤوليته عنها بس الناس كلها تبقى عارفاها. لكن اعتقد الاسرائيليين عاملين حسابهم في كل اجراءات التامين لقنصلياتهم ولناسهم وللدنيا كلها. حياتي حضرتك الشريف، اهلا بيك يا فندم. بس دي اول مره نشوف عمليه مختلفه على مستوى المواجهه اللي حصلت في طول الشهور اللي فاتت. ما حصلتش قبل كده اصلا. يعني هو النوع ده من العمليات، لانه الاجهزه دي ما كانتش موجوده، انقرضت بالنسبه لنا. بالظبط، وده اللي يخليني بس انا هشرح حته فنيه وبعد كده نحكي. اتفضل يا فندم. انا هتكلم كمهندس، كمهندس اتصالات. الجهاز ده زي ما سيادتك بتقول جهاز قديم، يعني ما فيهوش نظام تشغيل اوبريتنج سيستم. ايوه. يعني في مايكرو بروسيسور وفي برامج مكتوبه على شيبس، على يعني مكونات رقميه زي الموبايل، الزراير اللي هو القديم اللي هو لغايه دلوقتي بيعتبر يعني الجهاز ابو الزراير ده امن جهاز دلوقتي. بالظبط، البرامج مكتوبه كده. فبالتالي ان هو ما عليهوش اوبريتنج سيستم تقدر تخش وتتحكم وتعمل هاك. ثاني حاجه، ده شغال راديو ويف، يعني مش شغال جي اس ام. ايوه. ومفيش نظام البروتوكول التي سي بي اي بي اللي هو يقدر تعمل معاه نتورك فتدي له اوامر، مفيش الكلام ده خالص. ايوه. انا بقول الكلام ده ليه؟ الفكره كلها في الجهاز نفسه، الجهاز نفسه مفخخ. ال 4000 جهاز اللي انفجروا اللي جابهم حزب الله بعد طيب معلش ممكن يعني ايه اناقشك في الفرضيه دي؟ اتفضل. لو الجهاز مفخخ مكان عمل نفس نوعيه الاصابات، اقول لي سيادتك يعني عبوه نسفه صغيره هتعمل، مش هينفجر بدرجات متفاوته مثلا يعني. اقول لي سيادتك، طب دلوقتي هما بيقولوا بطاريه انفجرت كتير. حصلت في بيوت ان موبايل فيه بطاريه انفجرت، ما عملتش كل الكلام ده. ده في احد الحالات العربية انفجرت، يعني البيجر انفجر ففجر العربية. ايوه. الفكرة في ان برضو هتقولي طب فجروا ازاي؟ اقول لك فجروا ازاي. بيبقى في حاجة اسمها في الميلوير او البرامج الخبيثة، واللي هي هتكون مكتوبة على الشيبس من المصنع نفسه. فحضرتك بتقول انها داخلة اساسا مستعدة انها تتلقى اوامر زي دي او اشارات زي دي. رسالة، الرسالة دي تنفذ بروتوكول جوه ان هو يعمل مثلا شورت سيركت على البطاريه. مفهوم. اللي هي قافله بالبلد يقول يعمل قافله. طيب. خليني اكلمك بقى على المستوى، هتعمل تفجير بسيط. في ماده جوه عملت كاتاليست، يعني في ماده جوه عملت نوع من التحفيز. يعني من بالظبط يعني ممكن تبقى مواد متفجره زي الانف والسي 4 معمول على هيئه اي سيز،
جوه الجهاز ده. طيب فالجهاز اتعامل عليه برامج ان هو لما توصل له رساله معينه، انا حاسبت لسيادتك ان في رساله وصلت ان في اصابات كثيره كانت في الوجه، يعني في الوقت اللي سمع البيب بتاع بيعمل بيب، اه بيعمل الصوت بتاعه الصفاره بتاعته، بص على الرساله انفجر في وشه، وفي ناس ما لحقش فشلها من جنبه. الاختلاف الرسائل، في واحد كان الجهاز مش جنبه فانفجر بعيد، في واحد كان الجهاز قدامه ورفعه يشوف. طب سؤال، سؤال بقى على المستوى العسكري، ده معناه اختراق قد ايه لحزب الله؟ وبعدين حزب الله لما هيرد، هيرد يعني بصواريخ او مسيرات، فكره دخول العنصر الالكتروني ده للمواجهه. اولا يا شريف، في كل الجيوش لما تيجي اجهزه للاستخدام الامني والعسكري لابد انها تتفحص من مهندسين متخصصين عشان يشوف كل قطعه فيه بتعمل ايه، عشان ما يكونش بيرسل بيتصنط بيعمل سيرفيلانس بيعمل اي شيء. أي. يعني فده لابد ان هو كان اتفحص، الجهاز ده اكيد ما اتفحص. برضو عشان اغطي الفكره فنيا، فكره انك انت تدخل على شبكه وتبعت على نفس التردد رسائل دي ما فيهاش اي مشكله، دي اسهل حاجه في الدنيا. هم عندهم الاستطلاع اللاسلكي وعنده الترددات بتاعه البرودكاستنج، وبالمناسبه ده لو باسف بتكون بطاريته صغيره ان هو راديو بيستقبل بس. ايوه ايوه. لو تو واي يعني هو بيرسل قليلين قوي في الاتجاهين دول، هتقدر تحدد مكانه، فهو غير امن. هو امنه انك تستقبل منه ويجي لك رقم تليفون لاند لاين تقوم تتكلم عليه، لانه طيب. عامل شبكه لاند لاين. سؤالي علشان الوقت، لاي درجه تتوقع رد من حزب الله، وهل يكون رد مختلف عن الردود السابقه ولا لا؟ اولا هو لازم يرد لسبب، هو كده كده بدا يفقد رجاله بعدات كبيره بدون حرب، فهو بالنسبه له اذا كان من الموت بدا فمن العار ان تموت جبانا. تاني حاجه، على الجبهه الاسرائيليه كل المؤشرات، ووجود بلينكن بالمناسبه هنا بعيدا عن فكره مصر وكده، ان في حدث بيستعدوا له في جبهه المؤشرات الشمال. يعني الاشارات الاسرائيليه كلها الفتره اللي فاتت في الاتجاه ده، كل يعني الضربه اللي حصلت في مسياف، الضربه دي مصر في سوريا مقصود بها حزب الله، لان وفكره ان يحصل انزال وابرار ومجموعه قوات خاصه تنزل على الارض، ده دليل ان هم عايزين يحصلوا على معلومات، يحصلوا على اسرى، وعايزين يعملوا كمان نوع من سيميوليشن ان يقدروا يعملوا عمليات مشابهه اذا حدثت حرب في جبهه الشمال بالنسبه لهم اللي هي جبهه الجنوب. ف يعني حزب الله بفكره ان هو يرد لازم هيرد، لكن اعتقد ان الضربه دي بتعمل ارباك استعدادا لضربه ربما تكون أكبر. وشيكه من مفهوم. ضربه جويه بقى، ضربه صاروخيه من قبل اسرائيل ضد الضاحيه الجنوبيه.